السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاركاتي العزيزات، أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. اليوم غادي تشوفوا طريقة جديدة وحصرية في كيفية تركيب الميلفاي. الكثير من الأخوات يتقلقوا عند تركيبه خصوصا في مرحلة الكلاصاج، وهذا الفيديو غادي يسهلها عليك كثيرا. سنمر مباشرة إلى كيفية التحضير. بسم الله. اولا سناخذ العجينه المورقه، هذه عجينه مورقه صنع منزلي، الوزن تاعها 1 كيلو. غادي نوضعوها فوق طاوله العمل، نكونوا واضعين فيه الفرينه او الطحين او الدقيق الابيض، وغادي نقوم بتوريقها على السمك 5 مليمتر. تقدروا تستعملوا العجينه المورقه التي تباع في المحلات. هنايا حكمت بيك بان، تقدروا استعمال الشوكه وغادي تقبوا كاع العجينه. والعجينه كما شفتوا لازم تكون كبيره على البلاطو اللي غادي نوضعوه فيها. غادي نوضعوها في البلاطو ونعدلوها جيدا، من بعد ناخذ السكين وغادي ننزعوا جميع هذيك الزائد، العجينه اللي راهي زائده غادي نمحوها. وسنقوم بطهي العجينه نتاعنا في فرن ساخن على درجه الحراره 380 فارنهايت، ما يعادل بالتقريب 190 درجه مئويه. غادي نقوموا بطهيها حتى نشوفوها حمارت قليلا على هذا الشكل اللي غادي تشوفوا في الصوره. هنا مازال ما راهاش طايبه كامل. غادي نوضعوها فوق طاوله العمل وغادي نقوموا بنزع هذوك المناطق اللي راهم بومبي، باش من بعد غادي نقلبوها على الجهه الاخرى ونكملوا الطياب نتاعها وتكون عندنا مساحه مسطحه. هنا غادي ننزعوا جميع هذوك الاماكن خصوصا اللي يكونوا على المحيط. من بعد غادي نقلبوها على الجهه الاخرى وغادي نكملوا الطياب نتاعها حتى تتحمر مليح. العجينه المورقه لازم تحمروها جيدا باش هذيك الدهون تنحرق، وايضا باش الميلفاي يجيكم مقرمش ويقعد لكم مقرمش لمده طويله. هيا العجينه هنا تاعنا طيبتها انايا في الليل، وحتى للصباح قمت بالتركيب. غادي نقسمها على 3 حصص. سنقوم الآن بتحضير غلاساج. استعملت 300 غرام السكر الناعم سكر غلاس، من بعد راني نضيف له الماء يكون دافي ونحركه. غادي نقعدو نخلطو حتى نتحصلو على عجينة. من بعد من نتحصلو على هاد الكتلة غادي نزيدو لها العصير نتاع الليمون. عصير الليمون هو اللي غادي من بعد ينشف لكم الغلاساج وأيضا يعطي له معان الغلاساج. هو لهنا راه حاضر، راح يكون على هذا الشكل. سناخذ منه كميه ونوضعوها في كاس، باش من بعد نزيد له بودره الكاكاو باش نوضعوا هذوك الخطوط اللي يجوا اللون تاعهم بني من الفوق. غادي نوضع له بودره الكاكاو ونخلطوا. الا شفتوا هنايا الكلاصاج راه متماسك لاننا زدنا له بودره تاع الكاكاو غادي ينشف، غادي تقدروا تزيدوا له اما الماء او شويه تاع عصير ليمون، ولازم يكون على هذا الشكل، ما لازمش يكون سائل كثير يعني مثل الماء، وما لازمش يكون صلب حتى ما يخرج لكمش من الجيب الحلواني. من بعد ناخذ جيب حلواني وغادي نوضعوا فيه الكلاصاج ونخلوه على جهه. وسناخذ طبقه نتاع عجينه المورقه اللي ورقناهم وغادي نوضع لها الكلاصاج اللي يجي من فوق الميلفاي. يعني غادي نبدا اولا بهاد المرحله، غادي نديروا الكلاصاج الابيض فوق الطبقه، من بعد ناخذ الكلاصاج اللي درنا فيه الشوكولا وغادي نوضعوا خطوط متوازيه. يعني غادي نقوم بالتركيب بعكس العمليه اللي كنا نقوموها من قبل. عوض ما نوضعوا الطبقات وبيناتهم كريمه الباتيسير، سنبدا اولا بهذه الطبقه الاخيره باش نوضعوها في الثلاجه ونخلوها تجف مليح، عاد باش نمروا الى تركيب الميلفاي. هنايا وضعت الخطوط متوازيه، ومن بعد اخذت كوردون وضعت خطوط على القطر، اما توضعوهم عموديين او على هذا الشكل، ايضا الشكل تاعهم يكون جميل. من بعد هذه الورقه غادي نوضعها في بلاطو وغادي نخليها في الثلاجه. انا خليتها واحد النهار 24 ساعه وهي في الثلاجه حتى تماسك مليح هذاك الكلاصاج ولا صلب، من بعد باش يساعدني مليح في التركيب نتاع الميلفاي. يعني هذه هي الطريقه اللي جبرتها جيده للحصول على ميلفاي يكون مقرمش لمده طويله. عوض ما نديرو الكلاصاج وندخلو في الثلاجه يرتاح باش ينشف، غادي غير نحطو الطبقه الاخيره
تقدروا تستهلكوا الميلفاي. وهنايا غادي نوجد كريمه الباتيسيير، لانني شفت الورقه راها جافه. غادي نهيئ الان الميلفاي. وضعت في اناء الخلاط بالتقريب 250 غرام كريمه الباتيسيير على شكل غبره، ومن بعد زدت لها 500 مللي ماء بارد، يعني طريقه التحضير اللي كانت موجوده في العلبه اللي شريتها. تقدروا ايضا استعمال الوصفه المصنوعه بالمكونات نتاع البيت، راني عاملتها في القناه. هنايا غادي نخلطهم حتى نتحصلوا على هذه الهيئه الملساء. دائما طريقه تحضير كريمه الباتيسيير تكون موجوده في العلبه اللي تشروها. هيا للهيئه نتاعها. سنمر الان الى تركيب الميلفاي. هنايا الطبقه تاعنا كما راكم تشوفوا راها جافه، يعني خليتها ليله كامله وزدت النهار كامل عاد باش ولات جافه على هذا الشكل. سناخذ الطبقه الاولى وغادي نوضعوا فيها كريمه الباتيسيير، يعني هنا التركيب بنفس الطريقه اللي كنا نقوموا بها من قبل. غادي نوزعوا كريمه الباتيسيير على جميع المساحه، من بعد غادي نوضعوا فوقها الطبقه الثانيه ونضغطوا عليها قليلا باش تلصق في كريمه الباتيسيير. ونزيدوا الان وضع طبقه تاع كريمه الباتيسيير، بعد نوزعوها ايضا على جميع المساحه. بعد تبقى لنا الطبقه الثالثه والاخيره اللي عملنا لها غلاساج. هذيك تقدروا توضعوها مباشره وتضغطوا عليها، او توضعوا قليل من كريمه الباتيسيير باش تلصق لكم مليح، لان الكلاصاج انايا راه ناشف مليح، بصح علاش شتوه نتوما ما نشف لكمش مليح وما تقدروش تضغطوا عليه في المساحه العلويه. تقدروا استعمال هذه الطريقه، توضعوا قليل من كريمه الباتيسيير ومن بعد توضعوه فوق الطبقه الاخرى باش يلصق لكم بسهوله. او كما قلت لكم تقدروا وضع بلاستيك غذائي من الفوق وتضغطوا عليه هكا قليلا باش الطبقات يتلاصقوا لكم مليح. انا ضغطت عليه لانني شفت باللي طبقه نتاع الكلاصاج راها ناشفه راها جافه. هولا الشكل، وهنا تقدروا استهلاكه مباشره، يعني ماشي مشروط توضعوه في الثلاجه. كما شفتوا طريقه جد عمليه وسهله، والميلفاي هنا تستهلكوه مقرمش كثيرا، وايضا يقعد لكم مقرمش لمده يومين او ثلاثه. غادي نقوموا الان بتقطيع الميلفاي. ننزع اولا المساحتين اللي يكونوا على الجوانب باش يكون عندها شكل جميل في الجوانب، من بعد نقصوه الى قطع. الحجم تاعهم هو اختياري، اما على شكل مربعات صغار او الشكل الكلاسيكي شكل مستطيل. ودائما من تقصوا بالسكين لازم تنظفوه، توضعوا قدامكم سربيته مشمخه، وبعد كل مره تقطعوا الميلفاي تمسحوه. ها هو الشكل نتاعها، شوفوا كيفاش يجي مقرمش، وهذيك الطبقه راها ناشفه واش هي طيبه. بالنسبه لملاحظه اليوم، انا استعملت فقط كميه قليله، يعني طيبت ورقه كبيره وقسمتها على ثلاثه وتحصلت بالتقريب على 6 قطع كبار. لكن الا حبيتوا كميه كبيره لازم تطيبوا 3 اوراق كبار وتقوموا بنفس العمليه نتاع التركيب اللي شفتوها في الفيديو. وراني عملت لكم من قبل وصفه الميلفاي بذوق الليمون، يعني وضعت عطر الليمون في كريمه الباتيسيير، وفي الكلاصاج وضعت له ملون اصفر باش يكون هكاك النظره تاعه باينه باللي فيه الليمون. تقدروا ايضا تهيئه ميلفاي او صنع ميلفاي بذوق الشوكولا. كيفاش ديروا هذيك كريمه الباتيسيير من تهيئوها تزيدوا لها بودره الكاكاو او بودره الشوكولا وتخلطوها جيدا باش يكون عندكم كريمه الباتيسيير بذوق الشوكولا. وبالنسبه للكلاصاج، الكلاصاج من تهيئوا الكلاصاج الابيض غادي تنزعوا كميه صغيره كلاصاج ابيض، والمتبقي هو اللي غادي تزيدوا له بودره الكاكاو او بودره الشوكولا، ويكون عندكم كلاصاج. اولا توضعوا الشوكولا هو الاول، من بعد توضعوا الخطوط البيضاء باش يكون عندها النظره نتاع ميلفاي بالشوكولا. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم،
وإن شاء الله تكون عجبتكم واستفاديتوا، ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.